ذات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. تغيير واقع المرأة وإعطاء مكانها بالمجتمع بحسب كفاءتها وقدراتها هو ركن مهم من أركان مكافحة الفساد. رح نحكي اليوم عن مساواة مركز دراسات المرأة. تنطلق أعمال مساواة مركز دراسات المرأة من رؤيتها لعالم بسوده السلام والحرية والعدالة بظل دولة ديمقراطية حديثة بتقوم على مبدأ المواطنة وبتعتمد على المساواة الجندرية دستورياً وقانونياً وبتضمن المشاركة المتساوية للمرأة مع الرجل بكل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وبالمجالين العام والخاص. تتمثل أهداف مركز مساواة بالمساهمة ببناء الدولة الديمقراطية الحديثة على أساس المواطنة والمساواة الجندرية، حظر وتجريم كل أشكال العنف ضد النساء قانونياً بالمجالين العام والخاص، السعي لتمكين النساء، تثبيت مبادئ دستورية مؤقتة للتمييز الإيجابي لصالح المرأة، وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي بالتنمية والارتقاء بمؤشرات التنمية الإنسانية المستدامة، وتعزيز المشاركة مع الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بشؤون المرأة. من الأنشطة الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين واللي اشتغل وعم يشتغل عليها مركز مساواة دار نشر مختصة بنشر الكتب النسوية، إقامة دورات لتمكين الناشطين المدنيين الشباب بمفاهيم النسوية وقضايا المرأة، إقامة ورشات عمل عن قضايا المرأة وتمكينها للاجئات السوريات بلبنان، دورات توعية بقضايا المرأة للسوريات اللاجئات بلبنان، مؤتمرات عن حقوق النساء وقضاياهن، برامج تمكين للنساء النازحات داخل سوريا تشمل محو أمية، تعليم لغات، توعية صحية، توعية قانونية، دعم نفسي، تعليم وحرف يدوية، برامج دعم نفسي حساسة للجندر للأطفال النازحين، المشاركة بفعاليات دولية لدعم قضايا المرأة وحماية المرأة السورية وبناء السلام بسوريا. والفئات المستهدفة بهي الأنشطة هن ضحايا العنف والنساء المهاجرات واللاجئات والنساء الموظفات العاملات. بمثل هي المؤسسات والمراكز والنشاطات نقدر نعمل تأثير كبير على واقع المرأة السورية يلي هي أولاً وأخيراً بنت الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.